السلام عليكم، معكم محمود من قناة روى لايف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، ما معنى انتحار الكبار؟ عارفين في ممثلين وفنانين ومغنيين أو مطربين عالميين وجي على كبر كده وراح مخرف، فممكن هدم تاريخه او رماه في القمامة الله يعزكم. فده اللي بيحصل في تركيا دلوقتي، فعلا انقسام كبير في المجتمع. هفسر لكم بس جزئية كده مقدمة، يعني ايه تركيا ويعني ايه حرية الصناعشي او الفنان. تركيا مهما كان رؤية البعض او وجهة النظر العربية الرئيس الحالي اردوغان، وان هو حاكم البلد بشكل معين وفي اتجاه اسلامي في البلد، فده مش الشكل الاسلامي اللي احنا نعرفه في دولنا العربية. مهما تركيا تطورت اسلاميا او تدينت، فالنسبة المتدينة دي ممكن 40% ولا حاجة، مش كل الشعب ولا حاجة. يعني في ناس كتيرة، والناس السوريين الإخوة السوريين اللي عايشين والمصريين وكل العرب اللي عايشين في تركيا أكيد عارفين كويس أنا بتكلم على إيه. والعلمانية في تركيا معناها إيه؟ العلمانية في تركيا في جزء كبير من العلمانيين لديهم كراهة للدين والمتدينين بشكل مباشر، يمكن مش موجودة في أوروبا. وده الناس اللي هي ما عاشتش في تركيا ما تعرفوش، ووجهة نظرهم من تركيا اتغيرت بقى بعد حكم اردوغان، وبقى في احترام للدين وبتاع. لا، في لسه استهزاء بآيات الله واستهزاء بالمتدينين واستهزاء بالمظاهر الإسلامية و و و وعلني في حاجات كتير، والحكومة بالدستور وبالقانون ما تقدرش تعمل حاجة مع الناس دي. لحد قريب كان في ازدراء او اهانة لبعض الرموز الإسلامية، لا سيما سيدنا محمد وسيرته، من خلال الإسقاط في أغاني وأفلام موجودة حتى الآن تركيا. وطبعا مش هقول لكم على الأفلام دي عشان ما تروحوش تشوفوها، أقول لكم الحقوا الفيلم اللي بيشتم أو اللي بيسقط عشان تروحوا تشوفوه تاخدوا ذنب واخد أنا كمان ذنب. فطبعا الحركة القرعة دي أنا مش هعملها، وما تتخيلوش إن في حد محترم هيعملها. ففي حاجات إحنا مش قادرين نغيرها كناس شعب او ناس مثلا، حتى دخلاء السوريين مثلا الجداد على البلد مش قادرين يغيروا الحاجات. ده بالعكس، ده العلمانية هي اللي بتغير العرب اللي بيجوا. يعني في عرب كتير، في حلقة اسمها في 7 سنين انا عاملها، الحلقة دي هنتكلم عليها بدقة على الجزئية دي، ان هو في عرب اتغيروا في على مر 7 سنين من ساعة الثورات العربية لحد وقتنا الحالي. أوضاعهم بقت مختلفة تماما بسبب عيشتهم في تركيا. لكن لو كانوا عاشوا في هولندا أو في ألمانيا كان حالهم بقى أحسن شوية أو شويتين. المهم، اللي عايز أقوله النهاردة هو الكور بتاع الحلقة، انتحار الكبار، هي الفنانة الممثلة سيزن أكسو. سيزن أكسو كبير في المقام عند الأتراك. دي يعني ناس كتيرة بتقول دي يوم ما تموت يقول كبيرة في السن، عجوزة، يعني معرفش عندها كام سنة، 70 سنة ولا 65 سنة، كتيرة يعني، وقديمة بتغني من زمان. وأنا شخصيا يعني اللغة التركية، جزء كبير من تعليم اللغة التركية كان 3 مغنيين كنت أسمع أغانيهم عشان بيقولوا لغة تركية فيها بيكلموا ببطء، يعني ما بيكلموش بسرعة وما بيستخدموش ألفاظ أي كلام يعني، فبتتعلم منهم كلمات مهمة في الأغاني. ما بيقعدوش يقولوا بعشقك وبحبك وحشتين، لا، في كلام، في جمل مهمة تتعلمها. فكان دي سيزن أكسوم واحدة من 3 بسمع ليها بعض الأغاني. عارف انت زي لما تيجي تتعلم اللغة الروسية برضو في كام أغنية كده بيسمعوها لك في الكلاسات، في الكلاسز أعتقد في السنة التحضيرية أو كده، في بعض الأغاني المشهورة أو غير مشهورة أيا كان، بس أغاني تعليمية. فهي سيزن أكسو كانت أغانيها من الأغاني التعليمية، وكانت صورتها ملطوعة في كتب تعليم اللغة التركية، إن هي حاجة كده زي أم كلثوم عندنا، حاجة يعني مهمة عنده. فجت خرفت،
عملت أغنية اسمها آدم إله هافا، يعني اللي هو آدم وحواء. و يعني أنا يعني شغلت الأغنية سريعا كده، يعني شفت بعض الكلمات وما كملتش، لأن مسبقا أنا عارف الكلمات أو عارف إيه المشكلة أصلا. يعني أنا جيت معرفش إن سيزون أكسو أصلا عاملة أغنية جديدة، لأن ما بتابعش ألبومات ولا بتاع، يعني بقالي فترة طويلة بسبب إن مؤخرا الأغاني بقت يعملها بلا قيمة وخلاص، الواحد مش عايز يتعلم أكتر من اللي اتعلمه في اللغة التركية، ومش دول اللي هيعلموني خلاص. فالأغنية فيها كلمات إهانة أو بذيئة، ومش هجيب لك برضو الأغنية عشان ما تاخدش ذنب ولا أخد أنا ذنب. فالقصة هما فيها إن في فنانين ممثلين أو مغنيين، في ناس من الأتراك، أغلبية الأتراك، مش بتكلم على العلمانيين فقط، أغلبية الأتراك كانت بتسمع سيزن أكسو وبتعزها. يعني لو قلنا مثلا متدينين 40% من الشعب التركي ولا 35، فالشعب التركي بقى كله منه حوالي 80% بيحبها، بيحبها يعني، و20% الباقيين بيحترموها يعني. فتخيل واحدة بالمنظر ده، سيزن أكسو، و تخرف في أغنية. فطبعا الناس اللي هي شديدة الكراهة والعداوة للإسلام يقول لك ده فن، ده حرية، ده بينفس عن نبض الشعب الأغاني والفنانين، ده ما ينفعش يعني نسد الأصوات أو نقطع الألسنة. وفي ناس قالت الأغنية حلوة جدا وجامدة وامضي للأمام ودعمها إمامولو، أكرم إمامولو حاكم اسطنبول أو المير بتاع اسطنبول، قال أنا بندعمها وبندعم الصناتشي أو الفنانين أو الفنان، وهو ده نبض الشعب الداخلي. فطبعا الناس العادية اللي هم ممكن مش متدينين أو علمانيين قال لك لأ، انت ما في برضه من العلمانيين دول اللي هم مش يعني هو مش متدين وممكن مش حابب انه يبقى مسلم اصلا، ولكن انا ما عنديش كراهة مع الاسلام. في فرق، العلمانيين نفسهم فيهم في طوائف او اشكال او امزجة. مش بقول العلمانيين انهم مش متدينين او مش مسلمين، لا، في علمانيين مسلمين بس مش ملتزم قوي بان هو يتبع العادات الدينية. فانا بقول لك مثلا ايه، 60% اللي هم مش متدينين، بلاش اسميهم علمانيين، بس قصدي يعني 60% اللي مش متدينين جزء كبير منهم يحترم ادم وحواء والانبياء. فتجاوزها بهذا الشكل جرح الناس، يقول لك انا بحب الست دي بس غلطت. وبعد كده لا، اكرم امامولو كمان نزل في نفس البئر. وطبعا تقييمي الشخصي طبعا ده، انت كده خلاص اترميتي في الزبالة للابد، خرفتي على كبر واللي دعمك كمان. ففي فنانين وممثلين وبتاع ندعمها واحنا معاكي ومش عارف ايه، وهي ردت، واردوغان بقى اتكلم ودخل على الخط وكان في الجامع وقال كلمتين معرفهمش ايه هما بصراحة، بس يعني وهي ردت برضو معرفش قالت ايه. ففي ترشح والدنيا سخنة قوي في الموضوع ده. احنا بقى لنا هو اسبوع في القصة دي ولا 10 ايام، يعني ما طولناش. فالمسألة دي ليها تبعات كده، انقسام جديد في الشعب. انت دايما التشكيلة كانت نقول ناس ايه، اكابا وجهبا واي بارتس، اي بارتي اللي هو حزب الاي، حزب الاوكي الحلو او حزب الخير زي ما بيسموه، او الحزب الطيب اللي هو اي بارتي بتاع اسمها ايه، بنسى اسمها، اي ست طيبة كده كبيرة في السن يعني، وتتكلم بحنجرة أناضولية حاجة كده، عاملة زي تانسو تشيلر. تانسو تشيلر دي كانت رئيس الوزراء بالمناصفة مع نجم الدين أربكان في التسعينيات، في أوائل التسعينيات المهم، وتعمل عليهم انقلاب ومشت يعني. فالمهم الست اسمها ايه، تشانر، أك تشانر حاجة، أك تشانر. المهم السيدة دي أعتقد إنها من الداعمين من غير ما أسمع، أنا عرفت. ففي دلوقتي يعني بقول لك الناس كانت بتقسم
الهوى والاتجاه والمذهب بناء على انت راجل اكابا ولا جهبا واي بارتي، انت مع ولا ضد. فاصبح التشكيل دلوقتي لا، ده انت بقى بتهين الانبياء وكافر من الاخر، ولا معانا ولا معاهم. فبقى التصنيف كده. فالشارع التركي معظمه يعني ممكن يكون بيأيد الست سيزن اكسو، بيحبها وحتى لو شتمت الانبياء وهو بيكره الاسلام اصلا، ولكن في الشارع ما يقدرش يقول كده، لان عارف يعني التركي برضو، الشعب التركي عارف نفسه وعارف بعضه وعارف ثقافته. يقولك بص احنا طول عمرنا في الافلام وبتاع ده نلمح تلميحات، في الاغاني نحك في المساله الدينيه، نقاضي ونغيظ الطرف الاخر في تعبيراتنا وموضوعاتنا الصحفيه والروايات اللي فيها اسقاطات وقله ادب كبيره جدا. يقولك لكن علني كده نشتم كده ونقيد كده عيني عينك، لا مش بتاعتنا. يعني انا ممكن ابقى كاره الاسلام بس جبان ما اقدرش، لان الشارع السيل العام مش هيرحمني. يقول لك يبقى حد ويطلع على التلفزيون ويقول ايوه هو ده فن ولا هكمل، لا ده احنا بنحارب الموضوع ده في العالم كله لحد ما اوروبا اتعلمت الادب. جايين النهارده في دولة زي تركيا وتنور كده، وطبعا الموضوع ده هيتبعه دول عربية هيطلع فيها اصوات منتي وبنفس الطريقة. توقع ده توقعاتي، هتشوفوا السنة لسه طويلة ان شاء الله، احنا لسه في اولها، احنا في فبراير، عندك بقى عد لحد بقى اخر السنة ان شاء الله، في هيبقى حاجات سيئة هتبان على اصلها، شخصيات هتبان على معدنها ان هي كلها كراهة للمسلمين والمتدينين والعادات الاسلامية، وانهم لا يمتوا بصلة الى القومية والعقيدة والعادات بتاعتنا خالص، هم شايفين نفسهم في حتة تانية كده. يعني حتى لو راحوا أوروبا مثلا، اللي هم المفروض بقى الناس بقى تقول لك منفلتين وبتاع ده، أوروبا نفسها تنبذهم. يعني تحس إن الصنف ده ملوش مكان على الكوكب. يعني إن بلدهم كتركيا أو في مصر مثلا، في بعض الناس الأرض اللي شايلهم مصر دي لو ما شالتهمش مفيش بلد تانية هتشيلهم، مفيش بلد تانية هتتحملهم. تركيا برضو الناس اللي هي كراهة للدين ومش عارف ايه، ده لو راحوا اوروبا يتحبسوا بتهمة عنصرية، بتهمة ازدراء العقائد، بتهمة عدم احترام دين الاخر، بتهمة انتهاك حرمات الاخر، حاجات كتيرة ممكن يتحاسبوا عليها. طبعا اوروبا متحاسبش على انك تشتم الانبياء والحاجات دي، ولكن في نصوص قانونية في بعض الدول الاوروبية ان لو مجموعة قالت احنا زي مثلا المسلمين كان في احد الدول الاوروبيه، ان قالوا احنا كمجموعه لينا عقيده النبي ما ينفعش يمثل في الجرائد بالشكل الفلاني، فلو سمحتوا قرار منع، مش عايزين حبس ولا غرامات ولا بتاع ده. فقالوا في فعلا عايزين، وعايزين نفعل الماده الفلانيه في الدستور. فقالوا اه فعلا قانون العقوبات مع الماده بتاعت الدستور دي، ان لو في رمز او حد معين، مجموعة عقدية اجمعت عليه ان الشخص ده يهمنا تبعنا، حتى لو كان حد عادي مش نبي، بنخاطب الصحيفة امسحي لو سمحتي الخطاب ده او اسحبيه او نزلي اعتذار في نفس المكان بنفس الحجم، زيه وزي الشخص العادي. يعني انت مثلا جيت في جريدة ورحت كاتب محمود يا جماعة حد مثلا مش كويس، فراح اللي بيحبه محمود مثلا مش قاعد في البلد اصلا، فجه المجموعه دي يقول لك احنا محمود ده القائد الروحي بتاعنا، واحنا كمجموعه عقديه بنقدس مثلا والعياذ بالله بوذا، فبوذا بقى ده انتوا لذلك بوذا مثلا ولا اي رمز من الرموز الوثنيه ما ينفعش انك انت تسخر منها ولا تنكل بيها في الجرائد البريطانيه مثلا، جريمه يعني. فالناس اللي هي الصحفيين لازم يقروا الكود بتاع الكتابة ويعرفوا. انتوا على فكرة خلوا بالكم في مجموعات عقدية احنا ما ينفعش الرموز بتاعتها نتكلم عليها، بينما في بعض الدول الأوروبية لا مفتوحة الدنيا، لدرجة ان هم السيد المسيح حتى او اليسوع او زي ما بيسموه كتبوا عليه وسخروا منه وعاملين نكت وكوميكس وبتاع، يعني شعوب كده. فارجع تاني لانتحار الكبار،
الناس اللي هي كانت كبار في القلب او القلوب الشعب التركي بينتحروا. يعني بيقتلوا الحب ده في قلوب الناس، بيخسروا، واللي بيأيدوهم بيخسروا هم كمان دون ان يدروا. وربنا اراد انهم يبانوا على اصلهم في الوقت الحاسم، في يعني في ازمه زي بتاعه سيزن اكسو دي، ناس كتيره بتتقلب وتبان وهيعتذروا طبعا بعد كده، بس خلاص انت صورتك صغرت. يعني ناس كتيره، حوارات بقى صحفيه بالهبل، الناس نزلت الشارع بقى تسأل الناس في الشارع ايه رأيكم في ازمه سيزن اكسو، واللي يقول لك دي كفرة بنت مش عارف، واحد يقول لك انا كنت بحبها بس بطلت اتفرج عليها مش عايز اشوفها تاني، واحد يقول لك اكرم امامولو، طب يقول لك طب سيزن اكسو عارفين انها حرة بتتكلم كلام عبيط وبتاع، لكن اكرم امامولو يقول يدعمها ويقول ده كذا وليها حر، لا مش حرية. في سيدنا ادم اللي هو كل العالم كل الاديان بتقدسه او يعني ليه احترام، سيدنا ادم اصل الخلق. انها تهين سيدنا ادم، لا ما الشارع مش قابلها، يعني خلاص انتهى. يعني عارف انت حد عزيز عليك وطعنك وطعنه جامده مش حاجه عاديه يعني، وبتكابر وتقول لا انا ليا لا حريه واعمل وبتاع، والاغنيه جايبه يجي 4 مليون مشاهدات وحاجات كده يعني، لان واعتقد نص اللي شافوا الاغنيه اللي هم كارهينها او اللي هم اتصدموا فيها. وفي ناس زي ما قلت لكم مؤيده ومعاها، فطبعا الناس دي كلها خلاص بتتساقط، منهم ممثلين وفنانين وسياسيين واقتصاديين وهلم جر. الحلقة خلصت، يا رب يكون الفكرة وضحت، وقلت لكم الأزمة أو الكارثة اللي موجودة في تركيا بقالنا 10 أيام فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.